ليكو شلون مفوله 400 ليره يا جماعه. اوكي 400 ليره اللي راح يوصل للاخر راح ياخذ هدول الثلاثه مع كرت ال 400 ليره. انطلاق. يلا انطلق. راسي راسي من راس. ايوه يلا اسحبي. سلام، جيناكم بتحدي جديد اليوم. انا وانا وايمان. سكر 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 سكر. ايش هذا بيدك؟ بيو. ليش؟ عشان التحدي. ايه هاي المحارم، هاي المحارم شباب. التحدي رح نعمله هلا، رح نعبي هون كولا لتمه، تمام؟ فاللي بسحب المحارم وين ما بيوقف المحارم رح ياكل الشخص الشيء اللي وقف عليه. اوكي هلا يا شباب، اتمنى تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي بالتعليقات هلا بس تشوفوا الفيديو، كتبوا لي اذا كان التحدي حلو او لا، واذا بدكم نرجع نعيدها مع شخص ثاني او مع ايمان كتبوا لنا في الكومنتات كل شيء بتحبوه. لازم التعليقات تصير نار، وهذا الفيديو لازم يوصل 10,000 لايك اقل شيء. يلا يا ايمان جاهزه؟ ايه جاهزه. يلا نبدا التحدي. هلا ايمان راح تبلش اول شيء. اوكي اول شيء انا اعبي الكوره. امسكي شوي ايمان، صوريني امسكي هيك جاي لورا. اوكي جاي واقف ورا ايمان. هاي الكاسة مثل ما قلت لكم راح نعبيها كولا لتمة. اوه تعبت لتمة هي فورا بتنقطع. لا لا حاج يلا ما بدي اوقفها على البيض. ما باكله للبيض. يلا ايمان هلا اول شيء ايمان راح تسحبه. لا لا انت اول شيء. اول شيء ايمان. يلا ايمان اسحبي الهي لنشوف وين بتوقف بدك تاكليها. يلا روحي كملي. ما بدي اكله، ما باكل البيض، ما باكل. طيب اسمعي، يا اما بتاكليها يا بتكسريها على راسك، يا اما عندك حل ثالث. شو هو؟ اني بدي اضربك فلقه على رجلك مره واحده. فلقه على رجلي مره واحده. ضربه واحده. ايه موافقه؟ ايه بدل البيضه. ايه بدل. طيب يلا يا شباب تعالوا شوف. هيك مبينه؟ ايه ضربه واحده، ضربه واحده بس. بس ضربه، هي بدل البيض. شو؟ هي بدل البيض. كل واحد بيخسر بيختار حكم غيره اذا ما اكل الاكل اللي بده اياها. يا ايمان انت قلتي لي بدك البيض. لا هي شو يا ريتك اكل البيضه. ايه يلا تعي نكمل اللعبه، صار دوري. يا رب يطلع لي عسل، يا رب يطلع لي عسل. الله لا يقدر. ان شاء الله يا رب يطلع لي عسل. هلا دور محمد، ان شاء الله توقف على فليفله الا على فليفله، ان شاء الله مو على عسل. بدك مو عسل، بدك عسل. ان شاء الله بوقف على عسل. الله لا يقدر. يا غشاش عم برجع لورا صار كم مو صار عسل بسرعة. يلا ها هلا راح اعطيه. يلا بسرعة بسرعة. يلا رجعي لورا بالكاميرا، رجعي لورا. اسحب وين وقف وين 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 على السكوير. يا الله يا الله جاب حظي بشع. لا 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 انا يطلع لي. اذا ما عمل هيك انا كمان وقف. ايش عملتي؟ انت ربحت. يلا نرجع نجدد. دوري دوري هلا دور ايمان. يلا نشوف ايمانه. يلا راسي راسي من راس. ايوه يلا اسحبي. راس راس راس.
بالمعنى طب ليش عبتي بقوة ليه ما عملتي شوي شوي بسرعة يلا نشوفك يلا كيلي عبية يلا قولي بسم الله الله عبدك بس كتر شوي لا كمان شوي أيوة أيوة هيك بصير هيك شوي شوي هيك تحت أمي تحت يو غزلي يلا غزلي برافو يلا دوري هلا لازم لازم كم محارم خشن يلا خالي يلا معنا كبيرة ولا صغيرة كبيرة لا كم بدي اشرب مرة مي يلا هالتحدي كتير عجبني صحة صحة خالة حسيت فيني وقت فطست من التوب ايه عم بطير النعناع ما شاء الله بفرجيك هلا حطيت لها بدال النعناع ليمون والشرط انه مو تاكله بعصر بعينك لا لا باكله مع قشره بلكي بلكي عديتي بلكي وصلتي على البسكويت ليش انت متاكده تخسري؟ متأكدة أخسر لا لا تتأكدي الله بتجيب الله استني أضبطه عيوني مع السلامة عم بتقولي لخالك نجس؟ نجس ليه؟ عم بتقولي ليمونة طبعا ودعني وصل الكولا لتمه يلا نشوف اسحبي واحد اثنين ثلاثة طب يا اسحبي بسرعة طب يا لا ما هي بسكويتة طلع الكولاي وين؟ طلع الكولاي وين ها؟ وين بسكويتة وين الكولاي ها؟ وين ها؟ ما بصير ما بصير معصر أنا عالي بعيوني أنا معصر لك نقطة صغيرة تعي شطعي هون يا ما خلي تعي لهون تعي شطعي هون ارجعي شوي لورا شطعي نقطة صغيرة والله نقطة ما راك أكثر لك خلص نقطة لا لا عينك عينك بس افتح عينك نقطة 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 هذا بينظف العين والله بنظف لك عينك يلا بنزل لك دموع بنظف لك كل الوسط لا لا ما بيحرق ما بيحرق ما بتخون طيب زاد خذي خذي لك دور ان شاء الله يا رب امين بسكيت يا الله يا رب لازم اكثر اخر واحده تكون احلى شيء اخر واحده كل المسؤوليات يا رب يعني اول شيء بشعار اخر شيء يا رب يا رب لا تحكيني يا رب يا رب يا رب يا رب لا 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 لا
هذا كل البسكويتات حطوهم كل شيء كل في كيس في كيس أكلات كله جيب. أنا لسه الأول كل شيء. يا. الله عفوا طب. واو ربحته. كل الأكلات لي. لا. ما بصير أربع ولا واحدة. هو هذي أي في أي مخلات هذول هون هذول كلهم في كيس كنا وين خبيتي راح خبر. ما في كيس ما في كيس. من زمان خبيت كل الأكلات. لو الله كان هذول بس. ايش في 6 7 اكلات كانوا انا اخذتهم المهم انا كله اخذتهم ابو انت ابو شيء هاي اللي هذولهم يلا عيد يلا صار دورك هلا تعال هون عم مرق تعال مرق لا حاجه ما يصير قليل انا شب منا خسراني طيب يلا هذا هو يلا يلا واصل 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 حبيبي استني خلص هات يا عم استني لا انت اللي بعد اذا هات الفلفل عادي رجع على شوف هات شوف يلا شوك. يلا ايمن روحي يلا ايمن يلا روحي يلا روحي يا شو جمال الطب كملي يا الله لا بتنطع عم بخلي كملي كملي بسكويت يا طيب يا شلون هيك حبب شكلك بس شو والله كان بدي اروح على البيضة شباب التحدي بين اسعد وايمان طبعا ليكوا شلون مفوله 400 ليره يا جماعه اوكي 400 ليره اللي راح يوصل للاخر راح ياخذ هدول الثلاثه مع كرت ال 400 ليره حطها ايوه بعرف طبعا اذا الاثنين وصلوا الاول بس بياخذ الاخر لا لازم يكون في سرعة مين بوصل قبل الآخر بياخد عقاب بيختاروا الفائز أوكي يلا لنشوف واحد إيمان إيمان مو مين بدك حط إيدك رجع إلى وراء رجع إلى وراء إيمان أيوة أيوة يلا هيك اسحبي يا إيمان يلا واحد اثنين ثلاثة انطلاق يلا انطلق إيمان إيمان دوس رمان وعطيها عقاب يلا إيمان دوس رمان إيمان شو عملت لي كان أول شيء سبيتني ما شفت هي وقفت الحمارة كنت واقف لهون عند الكاتشب عندك كاتشب التير يلا يا جماعه اشربي يلا اشربي يلا يلا واحده انا بدي حمول يلا بشرب لحالي يلا انا خليه تشرب لحال اعطيه لا لا اعطيه يلا اشربي تعالي مع تمه يلا ضوضوا احمد هاج 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 يلا هلا يا شباب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا غسلي دمك بدعي سرعة هلا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو والإيمان نفذت العقاب وأسعد ربح ال 400 ليرة مبروك عليه هلا يا شباب إذا عجبكم هاي التحدي وإذا عجبتكم هاي السلسلة من التحدي كتبونا في التعليقات إنه يا شباب عجبنا كتبونا بالتعليقات مشان نرجع نعملكم مرة تانية مو هيك إيمان؟ إيه نستمر اسأليهم إذا حبوا اللعبة معك فيديوهاتك ولا لا؟ إيه إذا حبيتوها بنبلش وإذا بدكم مع أحمد ولا مع أخوي ولا معي اكتبوا بالتعليقات إذا عجبكم اللعب مع إيمان وفيديوهات مع إيمان كتبونا كمان بالتعليقات بدي هالمرة التعليقات تألف راح اقرا كل التعليقات راح احط قلب حب للتعليقات اللي حبيتها اوكي لا تنسوا تصلوا الفيديو 10000 لايك وانتظرونا بفيديو جديد وتحدي جديد مع ديمو والسلام عليكم